دموع كان تنزل من عيني، يعني ما تقدر، يعني مثل ما قلت لك شعور يعني ما تعرف أنا كيف أعبر عنه بصراحة. يعني شعور جميل جميل، شعور روحاني، شعور أحس بالإطمئنانية، أحس يعني أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، أمس أول مرة رأيت الكعبة، هذا كان جميل جدا، الحمد لله. أنا كنت أحلم بهذا اليوم أكثر من 12 عاما، كنت أجمل مال منذ 3 سنين.